أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حجر سيهن وقصد بلاغنا يا آيات البقول يستدهاد وصورة البقرة كاملة، وهان سوء قرني عشر تاني صدن يستدهاد أنه أقول أحجرنا سورة اللبهاد وقرآن كاف سورة البقرة. وإله سبحانه وتعالى نغسر وهم إيه عن شغبه من وصور صغري أموريه كتعلق يهير بنو إسرائيل وأبرنا العلماء ذولي إلهي سبحانه وتعالى أمورنا صدن كاهي وكتب ترتينا يهيب بنو إسرائيل أي إلهي نوصر شهري نعمرين في طوان كاهي هي قبائح لطوان كاهي هي انتقامات لطوان كاهي أين كل أحجرنا ملك هذا عجر كينا يعينه مجم لإلهي سبحانه وتعالى وهو نوغص وهمي أمثل هذا وهوي عشر كينا غراء لمن في غير بنو إسرائيل هاي مركة يستغين كتاب في إلهي وطوره هاي وحيابيه مركة في هائن وصفر كهاي يبنيه مركة في هائن يهيركي أو جارسي هيركي يهجر في جارسي سي أي إلهي سبحانه وتعالى نغصه ورمي يقتل هاروب يا ماروب مركة إلهي وخونا صوته سبحانه وتعالى هاروب يا ماروب بطفو حيثبرنا يوح الله آخرته وضعوان أنفعي وصفر كهاي وحين أغادينا وإله يهود قفت وحوي دورت السحر كاس وكتاب في إلهي كد دورت آخرة وحوائنا وسنقل هيني إلهي ما تأسوه هنا صوره وبئس ما تروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وحأي جاء سلام أي أباس لهو الإلهي نفسه رأيكوبها سلام ونفسي يبكي آخرعي كتيري لهذه أي سبقا غير ما سأسيت يبقى الدنيا فيها وسحر كوي دورتين كذا فأي أمك وحوي إلهي ما روه واجبي لو كانوا يعلمون ومتودع الله سبحانه وتعالى مركا هذا إلهي هل كان ظن وغو رميا لمن كان يهودا وحا مركا أخير تبغنه أي إلهي موت المهام يا مركي إلهي ونرسل ورمي وهي شرطة وعيوعها أين أصفر كأه إلى الهود سبحانه وتعالى ولو دور أنهم عيو آمنوا عليهم ليلها هي نبض إيا قرآن عليه الصلاة والسلام ووثقوا أيضا وصلها أين لما طوبة نوع إله وأفتيقوا على ثوابها مطوبة ثواب مطوبة سوء من عند الله إلهي أكي سكأها طول إلهي سبحانه وتعالى مطوبنا سوء خير وخير بلنول إلهي لو كانوا هديئها لعي يعلم منك وقرناي موقف كإلهي قاسان لو ذجبه ماي أي إلهي سبحانه وتعالى نوضوه همجا هو خير كوأه وغنى خير بلن وهي به مركزي أي فائم وهو سليل كتاب إلهي وسحر كار إلهي يقول سبحانه وتعالى ولو قرآنهم أيضوا إلهي آمنوا عليهم بيلهايين وهو البوحى أساس الإيمان أي رسولك عليه الصلاة والسلام هم بيلهايين إلى قرآن في الوسوة الشيء واتقوا أي سبعوا سرعين عقابك الله
عذابك إلهي وحال الله قد أرسلها بترك معاشيه إلهي وحال وعافنا إن غفره ربك مركو سن إلهي وحال وعافنا إن سنتكي عذابك إلهي قد أرسلها وعاتمنا إجل هذا أن نسلمه إلى عشر كان والسحر كان أيها تمنا جواب اليوم مركو محبوف وعي والله أصيبوا أيها سوق الدريسة وعلى خصتنا إلى المطلوبة سنتان لو أصيبوا سوق الدروان للصوابين عيون إلهي مطلوبة صوابين يا أسي سيسوق سهل العين يا أبا المرين مطلوبة سوق من عند الله يا أسي سكاها سي مطلوبة سوق خير خير بغنود إلهي أو كخير بغنوح ينطر قش عيسان لو قر أنهم لو قر كانوا إحالها عين وإلهي يعلم ركوة جرمي أبي قرمها عين مضوه كان شيئا أو مكاسي حم أو سئرتا إلى خرافاتا هذا الأمر أقوله سبحانه وتعالى أطلب أن أقوله هذا يا قبائح دولي مؤمنين كان أشياء ذاية إن يسمى من خاص هذا الخاص هم أو أي ليهين كان هذا الرسول كان عليه الصلاة والسلام يخطر عن هذا يسمى مؤمنين تقول عليه يا إلهي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين جلت آمنوهم أينو يا أيها الذين قول آمنوهم أينو لا تقولوها أقول هنا الرسول عليه الصلاة والسلام خائناها أقول هنا إن إلهنا وقولوا له الإله سبحانه وتعالى هائل البدن كيرا انظرنا مقيره شاصدها واسمعوا مقروا غير الله وحا الله ينفره واسمعا قبولا كمقرا وللكافرين هو كافرين فوحا أصلنا ذو الإلهي عذاب 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 كرسول أليم المرحم وزول الله أليم جير الجرسي وأن من كان مارس يهوده أي نبي عليه السلام قطع نجران هيا مروى البوحي خشى غير رسولك عليه السلام وهي مركز يضع عننا عليه قاموا وطوحي عليه وقرارا يقصر مينه وكتاب كتوريه ليكون بجرين وصفاد النبي عليه السلام لما يشى كتوريه وحيارك لإشوه جريين فتنى وطوحي أفتك ليهين وهي مروى البجر جوز يا رسولك عليه السلام مركز رسولك عليه السلام أبحاد كيسا يا وحيديه جرين فائنا عليه جرين معنى رائعنا معنى الهوية هي حاجة كينا ايونا دور ايونا الهينا ايونا وحكا صور خير سوسنا ايه ايوه كورانو واصل ايو ليه ينصحوا ايو مكار لكن من كان يهودا ايه ارئيه بجري او وحيو بجرا فقرائي بجري ايه دا انت النسول كير ايه سلا فرائي مركا رائعنا الهوية أمر من المراعاة نقول عليه السلام يا أصحاب صحف له الجرين لكن لغاية يهود عليه كل هذا ومعناه حالة صغة تبعوه وصدق النماء بركة بركة المؤمنين في الهدام رائعنا أليه أيبو نقوم رائعيا أيبو مركة أيبو هو الله أصدقين عليه أما أفصر عليه اللغة وضع أفصر عليه ونبي عليه السلام قطع عننا يا مركة في رائعنا مركة نبي لأبهم ويكفاء الجرين بالي مركة في إله مؤمنين تطهر إلا إله سبحانه وتعالى قل الجيدو دعي أمهي وعجئت أنت مركة في الشيء غير كيسة أما عادي كيسة أما صورة كيسة أما موقال كيسة أما مهيد كيسة أو في عنها مركة غير حلقة فوقها لكن ضبعي لأسفائي مركة في حميان وإلي سلام كان ثمانا هذه وشيء أتوقف أن الحمال لو أدي شده إلا بجرين نقول إن سألت فيه معايا هذا رائعنا وكفع ناري حاجة مركة فيه على بيدا ويكفع ناري حاجة أصحاب سنقل عليه مركة لها يانا وقت يحنوها لكن مركة كان هي مركة كان بجرين ومركة مركة تتاك إذا يو شمق هي جهلة هي قلة العقلة أمام على هذا هوي اسمع الله سمعت هوي وحمقل وقع روح مقلنا اوكاوي لكن ما كتاب ليه الإبرانيين مقالسة أمس كريانيين مقالسة اللغة في هودوي لكن هذا السلع ما كتاب ليه هذا عيساي على اليوال عيلا وحا لولي سعيد ما يستعد من عيلا بيرهاي رضي الله عنه هي اليهود مقلعي ووقع اسمه قلها عليه السلام ما كتابون هي أطلقوا لغضور يقينه يا عبد الله عليكم لعنة الله يوضع عليكم إلهي يوضع عمد إلهي كركين الله يوضع
أبان إنك وإن سمعت من سجيل منكم وضع الدخول في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزغن عنك ذوك ولا يبيع المقوضة من أليس إليك بكميرا وهذا الكاثر نقول قمها يا عليه الصلاة والسلام وقصان في القرينية وعلى الشريعة الواجب حقه أقول هو مركز إمانة سبوسك مدرع على عليه الصلاة والسلام جمع اليوم مكيسانا قال يا مصر بحوي هذا وقت مدرع عليه الصلاة والسلام على إلا الدناوي هو في صاصلين مركز أي أيها الحجر أولاستم تقولون تغرفوا المعيوي فيه مركز أعيب رسولك ومن أنت وعلى غفر يا بارنتاس ثم على سيارة على سنة اليهود ما شاء الله غفر وتبليس كأمك يمشي والجلان ورب يمشي شيء ما كان معنيه سأه أيها ونيسان تدليس أبي السكر وأنظر معه أيها ما كان تعالى باطل يعني شيء لكي سوادو تدليس وقيل تلعي وحاول يبطق وانا الفصول جبران عيدي أثار يسو سدى لذريعتي الباب كان إلي حلوه ما شاء الله يقول يعيه الوضع عني ما كان سورة الله تقولوها قد هنا رسولك رائنا هذه وقولوا لها بدل فيه انظر معها انظر إلينا نصوص فيه وأمرها نرسوه هو واسمعوا مقلوا لإله مؤمنين وعلى إذن فرعوا سماع قبول ومقلع وهو قلب جينا كأكبروا صلور قلبي يا رهبان وحلوم الله ما في أحكامك ولا طول معي ومثلا ما مركا جينا أتيجي سنسو وعلى هذا قلبي يا لنور حالبي حير علماء الوحي إلى ذلك إذا وجدت القادرية من القالب مع نظر المعلم أثر الفتح العظيم لها غير العلماء هذه هو يقف كذلك كهو علم ربنا قادرية لديه لو علم لهذا هذا السوق هذا الدروس السوق جيري أتبع معلم كنا أو خيرنا وحبرا ونظهر معلم كنا أو هلو فتح عظيم أيها الهلاية وحورم أيها مركز الهلاية مركز نظهر معلم كنا لكم مرموي إلى يقول سبحانه وتعالى وللخافرين قوة خافرين تعوها أصول ناري عذاب عذاب إلهي عذاب كاسوء أليم يؤلم وحمودية هذا قرار الرسول عليه الصلاة والسلام فعنين إسا فعوي خافرين وي هذا نبي عليه الصلاة والسلام قول ربه كفر بين قرى إسا إلى يقول سبحانه وتعالى ما يودون الذين قول مجعلانا ينتصروك فيه ومن الكتاب كتاب آل كيسة كمدة يولى المشركين مشركين تعرفته إلهي أن ينزل إلا بجي عليه بركينا من خير خير إلي نسو بجيه من ربكم حج ربي إلي نسو بجيه أطي يشعو الله وألح يختص واكو خالف إلهي لنعمة حريثيسة من يشعو هذا أدوناي والله ألح بالفضل فضل عليه أصحيه ويالعظيم هوي هل كان إلهي سبحانه وتعالى هم نظر رمي رسول كان عليه السلام هي ما رفيا أسحاب في سيغمدي في انتفاع علي إما حاوي مكاسي خفارتا أو أنه كتابتا هي قوة كلام توديني حج دهيان ودينة إسلام كوح ليس كحج دهي بس هذا هو الأرقية دينة إسلام كهيستا حتى هي وحا الوها هي مدعنا الوها هي وحا السؤال وصا ميها ووح مكاس إلهي سبحانه وتعالى من يعدي على اليهود حتى تقولوا حوالي إيه أنت العلم عشوها الكتابة وهي شهداء الشهداء كرا نبي مرو لا طريق إلا بهم إنا نبي مرو طريق مويان عدتا إنا مدى لغصوب حكري ويعدتا رب الله يبو هنوي معايا وهي كرا أنك يا أبناء الأنبياء حتى كمشركين العرب ونبو عليه سلام على أو خبر شيء مشركين تورين وهي مدرك حتى يا وهي هذا ما راح تنمي هاي الثاني كان عليه هيستان وكعبنا صار كميرا لله هيستان وكوبا عن جهان ما كافير وحيرها بين ما من نماذ أمة ونما يسو إلا عنك مويان إسكا لغم إيسر سوفوا عنك يا بك حوالها عينا بك مصنح بنا يا عمد ويي بك حرب كما يقول يا عمد ويي وحيا رب بن أور أنا فاهم عليه سمعي أتيه شيء إلهي أهو عن غينا يا وحكا تعديل الشيطة إلهي وحو صن بحناس إنا ما رأسي أدنائي تفكونه قنم الله وحو بحياء وحلوونه قدام درجة إلهي بحياء يعني درجة مقنم وحياء الله يستشر هو لا أبوهته وحو مخرايا وحال لغم مارمانا درجة إلهي إنا القصير
إدي الدرجال حاسب لحسنة وصل من يسمى حاسب له إلهي أصدر ومرك كل علينا يا مرك هذا مرق نرى هذا وهواية إلهي وهو نوصل معنا يا مرك نرى وحوية إلهي نبلوي كانوا وفارفة ما أكرت عن نقرانة إنا من مكة سنة جعلاني هذا ارتضد مسلمين وقالها جعل ليه إسلام صوري سكرون شيري وهو يقفك مسلم كان إيا كافر هو إنا إسمعان وإنا إسمعان إسكسوه الجيرة ما يود الذين أولياء قوة جعلان ما يتطروك فيه ومن أهل الكتاب في كتاب تكمل آل فيه إيا ولا مشركين مشركين أن ينزل إلا ودج أما أن ينزل إلا الدجيو عليكم فركينا من خير من تلك الأواعي خير أو معنى وحيدة تلقوا من ربكم حد ربي اللي يكسو دجيو هذا قرآن هو سود لي قرآن هو سود لعيان الله أبولين وعد هذا من حتى يتوعوي وان كاسوي حسد حسد وقم الحسد الحسد عيان يعني. حسد هذا مرسى في أهل كتابك هي مارك يا مشركين تواصل أسوي هذا سيء إلهي وغم أعضينا يا وحاد أيه حتى تخصص ميلانه إلهي وحبقنا وسمى رفيا خلق سني إلهي سبحانه وتعالى مقامات كيسا ميشه وقصه ودونه إلا وقيد عليه سبدا ودونه إلهي وخلق عليه وضبك مركز هذا القوضة هي مارك يا الشيخ الشغوضة هي معيد قوضة هي حتى تكوضة إلا أنا مركز تعرف قد اثنينه إلهي وزي عبدين يعرف عليه والله الله ولله يختص على وقوحات فيها وفدار إليها برحمة حريسيسة وأن أبني مدى في غير كذا ما يشاء في أدونها إلهي رحمة جيس غفو دونص يعني إذ إلهي عارضة كتأوف وكيكة رحمة جيس والله الله نبي الفضل فضل عليه أصاحبه وي العظيم وي إلهي سبحانه وتعالى فضل الإحسان يا أسفله وعلى إلهي أبن شرعيه هو فضل الله ثاني إلهي عدو الضراء يوصينا يا إلهي أتبه هواء يوصينا يا إذ ما كانت بتعيك كان مجلس ما في من سخان ونسخنو لإلهي أو من آية آية هو أما سنوصي وعن وقال ما نسينا إلهي ذو سبحانه وتعالى آيات هم تبرت إنسانا معنى أن أجري سنوصي كير بران وحسطوق عظمه أيضا نعيش ضد السيء قال هذا أيا وحي مع ميان ما اتخذ قرآن كفؤ إيمان عليه ملك يا سيد هذا يبدو أن يكون نائب واحد في قوصة ميسا ساهم روكا غير لأن محمد يأمر أسحابه أن يوم بعمره وينهى عنه غدا ليس محمد لإلهي أكاد فيه سوحة وفرع يا مهانتا أمر موفريا لينا واتهيريا بس هذا وهو يلين حيرة يقص لنفا يو ولا سنو ما ليه وضمها سواح عصوب أيوك قبل يا إلا تأيي هذه مركا تأيي سبحانه وتعالى أخنت إيه إلهي سدوا لي نفق مركا في حجمد اللي قل لي هي أيا إلهي ما أعطينا يا أفد هذا مركا اللي قل لي أيضا وحيما قرأ إساء إلا العبد أيوه حجمد وحلون نفق عليه لا هذا إلا فديه عيّر وحي إلهي إن القرآن استراء من محمد جنيته القرآن هو وابن أبو محمد القصة ملكي فلو كان من عند الله لما أصدر فيه هديو هو إلهي كيس وكتور دينها إلا ببدين لها يوحى وفا لها إلهي يا مرسى كورة ديور وأوضع بك يسير سيلا يرسى الله كورة دي وإلهي بدرنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل آية بعصو لا كورة دي أيضا كان بالجماعات كلام الدكتور إلهي من أبهي وهو إلهي سبحانه وتعالى يعطي علم الحكمة إلهي وأو فأقول إلهي بعي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي حتى استفى ميها بالحمد بالجرامة في الهان إلهي رسول فيك أقول على هذا السلالة أنا أوحي إيها الضوامة أنا إلوس وتجريس إلى نفسي لجهير أدوه أمحسن بالدله قل أنا أبارك يا شارع عن أغضب وسرع إلهي مركا يسألوا أن جيروا كيف يسب الدلو رجوة الجرع يما نطق حق اللغة وحالي الإزالة والنغل يا ليلة وحي العرفة وحليه جرع نطقت الشمس أرضي الله ورأي لوحي نطق لهوسكي أمهركي أدالك وي
وانا تحصل كتابا معنى حتى نظلم ويهو أمرك أفضل له نقلت ما فيه وي كتاب فيه فيه لأيان تسوز بوسري معنى أنا تحصل كتاب وي ابتلاحها وحولي معركة بيانه انتهائي حكم التعبد وحكم التعبد قول لغايه ولا عبايه اما حاجة ان رقبك مركا يزيل لغانا الشخص اما حقوقك اما رقبك حقوقك هو رجلا رقبك قول لغانا الشخص الى حقوقك قول لغانا الشخص تعال كمير عائد وان عشر طلعات معلومات يحرمنا وفي جناجي ايه سرد عن اهل الحدث الله والوالدات يرمع لأولاده هن حولين كاملين حدث الله وفي جنا وحاجر جسى مكة صلع جسى الله عراء مكة فهم حرمتا فرن جير مكة إلموه هبرت الهوياد الميدان ومعلومات أي محرم أمه هنيسا وعلمون في مكة في الشنجة رجل الأولى نفتحون كل وجوه وعاكمنا أيد الشيخ والشيخة في إله الزنيان فرجموهما البطة نكالا من الله ولا رأيزنا فيهم سورة الأحزاب أنا قد أحشاني هو معناه لبدا قفوت وهذا كور بوسطي إلى هذا قرآن تشهيد مايو لبدا مكة في زنان المصرن كان أما قفة زنان المصرن كان إن مكة تتجع المنزلة إلى كسو مدى عليه مكة رعوية أيضا مكة حوم كيد واجب على كنف دقيقة على مستحيل حوم كأولا مستحيل رفضي لنا على مستحيل حاكمية كتب عليكم إذا حضر أحدث من الوصول إنت غرق إنت لك خيرا للوصية الجوالي دين ولا قليل أيضا مكة إسحادة فرائك والكتين إلى سورة عن الوصينا أيضا فرائي الله كون حجر أصول صورة مكة لكن حدا لحركة وحال مكة في الغفار ليرود إلهي أحسين له أن أصوح عادره قال أنا أقول كتبعي والجيس يسنعوا بردعه بس عنده وحوي وعلى نفتقيه آية آية المواريس على أول نفتقي إله يقول كيسا إله رسول كيسا إله إله رسول كيسا أول كيسا نبو على رسول الله وعلى نبو لا وصية الوارسة ولا أفوارسة وحوى بردار المال هذا والدك تمركا خيرا من الوصية للوالدين والدين توحي كمدهم وارثين في كمدهم وارثنا وحوى بردار إله يقول كيسة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ناس مرتي عدتك سنة الوفانة حرصا عليه عدتك سنة أي عدتك فجر أنا وهذا صورة هذه ألي إلى دون تجدونا لكن حوالي هو منصوخ وحوالي الرحب جواجه لا تقول هو منصوخ عيدك رعي الغنى السخور إذن هو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربطنا بأنفسنا أربعة عشر وعشرا أيها الأمة الصحيح ما زحوه مكة نفسه وحوي عطر تنطع بابه إلهي مكة وحوده ما شيء ماذا نوى شرقية لي ما كن ننسخ أن نستخنوط إلهي أو من آية آية نزل حكم هاوي هو أن بس ننسخها أدينا في هذا العمل أو أخر له معنى الهوية يجب أن أقول لك نوع أنا ما سوى كيدا بس سودشي سلاوية إذا نحن نفقنا ومعنى ما نفقه مسكة الفراد وهي سيدة حليسة واجهة أنا لكن ترى هذا أعطي وحش أو أمبلة بس كيدا أمبلة كيدا بلا فقيدا فعلا كيدا وحاسو مني مسألة بلا وحي الله في المحفوظ ضلوا أخيرا وقال لا بس كيدا بلا الله هو حمي أما سأولا مثلا ننصيها أن نكرمان سينور معنى بل بلاد أن خفقه نوعي لو سد الواقع نأتي وان الله معانا نهو إلهي بخير مثل خير بلن منها كانت خير بلن هذه شيء لما اتفهم وهذا سينا يا وحو وحو مضع ونحت بلن إلهي سينا حد السهولة هي كثرة الأجهزة وهي رب نوي أو أمرت مثل يا أيضا مثل كير أو محوي آيات لما اتفهم آيات التاليق يسوق وامر نأتي لني ما إليه أيو إلهي بخير مثل خير بلن من أساس خير بلن أو أمسى مثلها أيضا مصر فيها الوقت نصف ما أساسوي شيء أي مركز أفكر أيام فيقال بأيام فلم تعلم سوء مؤمنون إلهي أن الله أعرف على كل شيء شيء على كل يسه
تجيب عليه ترميه إلهي أوله ليه ما تخافية تجيب كاسا كاملة استفهام تارا وحينه وليس استفهام والتحقيرة هاولي أفكا تانا مغلق العبايا ألم أخذ أبو خسو سوره ألم تعلمت مؤمن لوضا يا الله أن الله أمره على كل شيء شيء على كل شيء تجيب عليه ترميه أدري إلهي يقول ألم تعلمت مؤمن أن الله أمره له إله إليه ملك السماوات سماوات ملك جودة يا والأرض أمر ملك جير كم كان إلهي إله إسكليه سمور الهاوي وإلهي وحو الضراء وخصة مرعي ما تخاف يا كميرا يا مرجع تبجيزك يا وحكا سو سمور إلهي له كم كان كفوله ألم تعلمت مؤر يوم يا الله أن الله أمره له إله إسكليه ملك السماوات سماوات ملك جودة يا والأرض أمر ملك جير وما لكم إن مصرنا نبود إلهي من دون الله ليس كريسة من ولينا وإله مدد الحفظنا له يا ولا مسير من إنجر جاري وما لكم إن مصرنا نبوده نبوده من دون الله ليس كريسة من ولينا على ولي حافظ مدد الحفظنا له فوحي لباساء إنسا حفظنا له هي مدد الجاري عرارة إلهي لسمن حناله هذو إليه ماذا إلهي سبحانه وتعالى أسرع إياه وحفظيه أسرع إياه نجر جاري نقي الله إلى يدي سيخجرا إذ نقي الله سوى داهمجه أن تريدون نوحا دون إيسانه بيالي أن تسألوا إلى سؤاشان رسولكم رسول كينا محمد عليه الصلاة والسلام كما تريد سئيرا موسى من موسى الرسول عليه السلام من قبل هرم الله ومن يتبدل كفرا كفر له سبب الجلال بالإيمان إيمان كبدش وكفر جقا فقد حقاقها والله والله ما يكاسو سواء السبيل دي سبرتا في سوق الومي عيادة هذا إلى رفض الكلام دعنا أجري معنى هذا عيسو جسي أهل مكة لمكة الإلهي غير رفض مكة جوه جاي أي نبينا عليه السلام في سؤالين إنه مكة واسعية وبورها كبترابة برنة إنه قد بحي ماشي وكبتاره بورها بتفنة أو جهب وغدوة وهي ما سي نبي عليه السلام يخرجين ما تعرض إلهي سبحانه وتعالى أرنت أساء إلهي كل إنسان له وعقرأ إلهي ما أتعلم من الوسط حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع وافدها إلهي ما تفعل سبحانه وتعالى أن تريدون أمثال مقدرة بمعنى بله بل تريدون وحدون إسانه إلهي من كينا غير مفق أن تسألوا إلى سؤال رسولكم رسول كينا عليه الصلاة والسلام كما تريد سؤال الوسط على الموسى نرموس من قبله فأتي هذا عن قمر الجمال الموسى يقول هم أرنا الله جهرة إلهي كعيانا أوجي من وقص يوحي وقنا وصير أصوك عيانا فينا رسول فينا أبتال السارة أسوء عشاء ومن يتبدل كفرة كفرة هوش كب الدشورة إلهي بالإيمان إيمان هو أولي إيمان تبدل فيه سبقال لمقع آيات إلهي إنو فيري أو تدبر تقل وحيا رب إمارة في اقتراع صمية ووحد ثلاث صمية إلهي فقد حقيقها يقول إلهي ظل كاسوار لمي سواء السبيل في استبرت في سوق لمي فهو دبر تنكتتا جنائي وخصوة السجف إن الذي في مكاس هذا قل أعضو كاوار طريق حقا يقول سواء أصدقى الوطن ذلك سواء السبيل من إضافة السفة للموصوف وارد أي السبيل الصواب بمعنى المسلم طريق حقها أي يخرم إليه سبحانه وتعالى بس قلبي ننسي أخطاها إليه كوضا وضد حقها أي تلك أدي فتنة من الصوم تن أخذ عكا تن صدني يسد عالي انت زنه وإليه بالله سبحانه وتعالى علمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.